السيد سعيد، سيداتي وسادتي، تحية طيبة وأشواق حارة. الحب بلا تضحية مجرد مسرحية. أما بعد، هذه أخبار الشان تاني عاوتاني. كين صدقت الشاعرة الشعبية لما قالت أمضن بين يلي سيبينا وعثمان يلي سيبينا ما يخليك زوين حول علينا ما يخليك زوين حول علينا. الله يمسخك من الملف الاخر. من الطرائف اللي وقعوا لي في شهر رمضان هو اننا واحد المره كنا مسافرين من برشلونه للمغرب. تبارك الله. شدينا الطريق بالسياره، وصلنا النص ديال الطريق ما اظن فالنسيا او مالاغا نسيت انا. ياك والو. وقفنا ودينا كناكلو. اه. وبقينا كناكلو النهار ورمضان. عاود شنو قلتي؟ ما سمعتكش مزيان. وبقينا كناكلو النهار ورمضان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هو شي واحد السيد هو وقف ديك ستاسيون المغربي ومعاه صحابه، جا لعندي جبرنا كناكلو، قال لي سير دوان كذا كلو رمضان. قلت له اياه، لان حنا في الدين ديالنا يجوز للانسان يفطر في رمضان. ايه انت واخد الدنيا من ورا ولا ايه؟ جيت لعندهم تناقشت معاهم، قال لي لا اخاي، الانسان يفطر في رمضان ملي كانوا البهايم، منادم كيسافر على الجمله وكذا. قلت له هذه الفتوى عمي مفضل ماشي للعلماء. فين بقى رفع الطهطاء؟ فين ايام رفع الطهطاء؟ يا سلام يا سلام، الله يرحمك يا طهطاوي. قال لك لا، تذكر سفر على البغله ولا على الحمار عادي يجوز دفطر. لا لا لا، المرسيدس ديالك ولا البي ام ولا الرنج والكليما وشابر الطريق من تطوان لكازا يجوز دفطر. لا لا، ظريف ظريف. انا مسافر كنفطر، انا هكذا الشرع اباح لي ذلك. لسو لبدها قبل ما نبلبلوها في هاد الخلا. اكيد مادام تزوجتيها على سنة الله ورسوله، اش غيزوجوك نتايا؟ اش غدوق ليها؟ راه اكيد غدوق الحلوة. راه اكيد غدوق الحلوة. خضرة 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 من راك خاصها تطيب. ما مخطوبة ما مزوجة وما مطلقة ما أرملة. اول مره كنحس بالتبريشه في الجمجمه ديالي. اصلا ما هدوك يجيك زوين راه ما كتبغيش. ما عمرنا اصلا كنبغيو شي واحد حيت زوين. راه ولا شي حاجه ولا شي. لا لا راه كتسالي علاش بغينا الحجر الله يهديك. ديما داك اللي كتبغيه كيكون ديال وكتكوني كتشوف وكتبرد على راسك. يعني يا حكيم بتدي حوال. مراك يا زين يا اللي قلبي بغاك انت قدامي وانا مراك. ياك هي ندير نبطل قلبي ما صبر انت قدامي وانا موراك. اه انت قدامي وانا موراك. اه جا هاللي قلبي بغاك سي بون اختيما عريضك مالا. نادا مشات الامارات كانت خدامه وكتجيبها بعرك كتافه. بعرك بشنو؟ اجي بعرك كتعرك. كان عارف مغرب اي بلاصه كانت تراب. اللي يجي ضربك بالبيض اللي يجي يقول لك مريض. شافتني المدام تراب قالت لي باي باي. علاش يديروا لي كلاسير واخا تكون سميتك عابر. نهار عرس وطلعوا طفيت قالوا لي والكي دار. طلع السطع باغي انتحار طلع السطع باغي انتحار. قالوا لي صافي انتحار قالوا لي خديجه. خديجه اش مرت حمد ما كنتيش سميت راجلك سميت خديك نيت خديك. لا هي كنيتي مرت حمد. خديجه مرت حمد. لا النسب النسب ديالك. اه مرت حمد. مرت حمد في لاكارت. مرت حمد. مرت حمد. وباك ابراهيم مرت حمد. وعمك مصطفى مرت حمد. خوك خالد مرت حمد. كل مجوجين بنت حمد هذا واخا ما عرفنا منين طلعنا ليه. ما ديال تنزانيا شنو سميتها؟ نزار سبيتي. نزار سبيتي. ركز معايا مزيان. عاصمه ديال تنزانيا شنو سميتها؟ نزار سبيتي. مأكد؟ مأكد. خويا العاصمه ديال تنزانيا شنو سميتها؟ دودومه. خويا الجواب عندك صحيح. شحال بغيتي؟ 100 درهم ولا 200 درهم؟ 200 درهم. هاك 200 درهم. اختار اخويا لهاد السيد هذا عاوتاني، واش القالب ولا الشمعة؟ شنو ياخذ القالب ولا الشمعة؟ عطيك القالب.
والله ما في الخير وحق الله. شوف لي حساب يطول العشره. زدتي ما تخلص من عندي شحال حاسب عندي؟ نص كيلو. نص كيلو غتخوينا البانيو. انا التلفزه ما بقى عندي ما ندير بها، كاينين شي قنوات ما بقى ليهم والو، يرقلوا لينا السكس على المباشر. حتى كتخرج كتقول لك انا حامله. او كيفاش حامله وقاسه كتكذبي عين بين النهار كامله؟ ما كنتيش حامله، يلا ديك نص ساعه حملتي. انت كي درتي ليها؟ انا باش نقول لك واحد القضيه، انا الحبس راه ما كنخافش منه. شحال غنشد؟ شهر شهرين ثلاث شهر اربع شهر عام كاع ورا غنخرج. وزوينة قالت لك حامله. لاباس عليك؟ الحمد لله. انت دخل؟ الحمد لله. بغيت نقول لك شي هضره. مرحبا. كتعجبني. انا كتعجبني والله العظيم. عرفتي من شحال هادي وانا باغي نقولها لك. لا سمعي. الوحده والصداره. بقى حتى الان محسوب عليه، اقسم بالرب العلي العظيم. ونطلقك مع شي واحد وحق من بعث السماوات والارض. وحسب بالرب العلي العظيم تتصيفيني للحبس. الله يرزقني في صحتي وتتصيفيني للحبس. شوف كيهضر معاك هضره بالرجوله، قال لك انت مثلا محسوبه عليك، مثلا ما مطلقينش يعني حتى بلاتي بلاتي بلاتي. انا ماشي كنتسابك، انا بغيتك تصوري مع حتى شي واحد، ما بغيتك تهضري مع حتى شي واحد. هادشي اللي كنعرف انا حتى اللايفات ما تطلعي مع حتى شي واحد. من حقه ومن حقي. هذا الشيء هو دار الرجوع، هذا هو اللي صار لي كنعرف. انا رد معاك البال نمشي نقضي واحد الغرض ونجي. ولا جا شي واحد بغى يشري الحوت؟ كيلو 160 جوج ب 300. كيلو 160 جوج ب 300. ولا جاو جوج، واحد بغى كيلو والاخر بغى كيلو، نجمع عليهم جوج ب 300. ولا جاو ثلاثة تباعهم بالحجر انت حتى للراس ديال الدرب. ولا جاو أربعة؟ ما تبيع والو اخويا انت قابل. لا جا شي واحد سول على الحوت قول له مول الحوت مات الله يرحمه، شوية وغير. لا ماشي خويا، شوف خويا انا غنسولك. خويا خلينا نكملوا، خلينا نكملوا الله يرحم الوالدين. مالا دا صاحبي نكملوا اصاحبي. سير اصاحبي ما تجيش بحالك. لا 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 بلا غاصه صاحبي ما نديرو بها صاحبي. دير على حسابك هذا راه حمق ربينا فيه وحيد صاحبي. كنت غنسول السيده صاحبي شو مالك اصاحبي؟ صافي غنسولك صافي خويا بعد منا الله يرحم والديك. انت لا سولتك جاوب ما سولتك ما تجاوبش. راه غنضرب كاش مقابلني انا. ريح هيا سير اصاحبي راه غنضربك ما تجيش بحالك. شوف خويا 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 خليك معايا انا، خليك معايا انا صاحبي. شوف فيها انا بقى شوف فيها انا ما كتسمعش. شوف في الدار. شوف فيها انا خويا معايا انت معايا انا تخينا دغيا لا نضربو. لا واش نمشي اخذ واش انت معايا انا وبقى معايا انا وسامي تنساه هو. لان الجاهل جاهل. انا ما اقدر ما اقدر اتناقش مع شخص جاهل. انا فكري فائق. كان هذا اخر خبر في شان تاني. رافقتكم السلامه وستر مولانا. سلموا على الفاميله. الى اللقاء.